تحت عنوان تقوية قدرات مستشارات الجماعات الترابية في الحكامة وتدبير الشأن المحلي. نظم حزب الحركة الشعبية بمدينة خنيفرة ندوات ولقاءات تكوينية وتأطيرية تروم تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة. الدورة المنظمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية تهم تقوية قدرات المستشارات الجماعيات الحركيات على مستوى إقليم خنيفرة. الهدف من هاد الدورة هو أننا قدرنا نتغلبوا على الخجل ديالنا وتقدرنا نقولوا أكثر باللي المرأة المغربية عندها بزاف ديال الكاباسيتي. وهاد الدورة التكوينية كانت فرصة أن النساء الحركيات يجتمعوا لأول مرة ويتم التشاور معهم على المشاكل ديالهم وعلى التجارب ديالهم رغم بخصوص النساء. وتأتي الدورة التكوينية في إطار العديد من المبادرات والإجراءات التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بأوضاع المرأة تماشيا مع التزامات المملكة بتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.